ازيكم يا صحابي؟ النهارده معانا، كل سنه وانتم طيبين. الاول طبعا معانا بنجهز حاجات العيد. بصوا انا هعمل ايه، انا هدي لاخواتي ولاد عمي ولاد خالي، واخواتي كلهم صغيرين، هديتهم وهديهم سوداني في الكيس، في الكياس دي، وشوكولاته، شوكولاتة بيضة بوسط الهند، شوكولاتة سودة، ولوز، وبندق، وأمبولة. يلا بينا دلوقتي نعمل أول حاجة. طبعا يا صحابي هحط دلوقتي جوه أكياس الحاجات اللي احنا لسه بنقولها لكم، السوداني والشوكولاتة والبندق واللوز. يلا بينا كده احطها هدية. تاني كده خلصنا اول كيس. اول كيس جاهز اهو الهدية، الهدية للأطفال. أول كيس جاهزته في كل حاجة اللي عندي. تاني كيس خلصته. خلصت رابع كيس. نسيتي البندق واللوسي بقى، في ده وفي ده اكيد. ماشي يلا حط لهم. هو انا نسيت احط اللوز والبندق في الاكياس دي. خلصنا خامس كيس، دخلنا على سادس. ما تنسيش انا عدهم لك بعدد كل اخواتك كلهم عدالك اكياس على قدهم، يعني عبي كل الاكياس اللي قدامك دي يا بابا. حطي الفلوس البالون، طلع البالونات التانية. تخلص
خلصنا كل اكياس العيديه اللي هنديهم لاخواتي في العيد. طبعا استنوني فيديو جاي، هروح عند ملك وزياد وهنصور مع العجل وهنذبحوه وهنصلي عندهم. ويبقى كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وباي. متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، وباي.